كان منقديم لا يمل سماعه تنزها عن قول وفعل ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دواء لقلبي عند جهلي وحيرتي به أشتفي من كل داء ونوره دواء لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونذر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علينا حفظه ثم فهمه بحق النبي والآل ثم الصحابة وثبت به يوم السؤال ما قالنا على دين خير الخلق هادي البرية عليه صلاة لا انتهاء لحدها وتسليم مشتاق إذ الريح هبتي وآل وأصحاب كرام وتابعي بهم نلتقي يوم الخلود بجنتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات.